متابعينا متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم ساعات أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية، حيث بدأت درجات الحرارة بالانخفاض. يوم الجمعة يتوقع أن تنشط الرياح الغربية المثيرة للأتربة والغبار في منطقة الجوف، منطقة الحدود الشمالية، كنتيجة لتعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة. صور الأخبار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى، ووصولا حتى المنطقة الشمالية الشرقية. هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي عملت على هطول زخات متفرقة ومحدودة من المطر، فيما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة من يوم الخميس وحتى يوم السبت. يوم الخميس استمرت هذه الكتلة الهوائية الحارة بالسيطرة على العموم منطقة الجزيرة العربية، فيما بدأت درجات الحرارة تنخفض في المنطقة الشمالية. هذه الكتلة الهوائية الباردة ستندفع وتتحرك بالاتجاه الشرقي والجنوبي خلال يوم الجمعة، على أن تصل عموم المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض خلال يوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة في منطقة الرياض، منطقة القصيم، حائل، حفر الباطن، وأيضا الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، وتنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية بشكل عام مع تفرق بعض الغيوم. 24 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 23، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة طقس حار بشكل لافت، العظمى تلامس 40 درجة مئوية، أما الصغرى 23. يوم السبت رياح نشطة وأتربة مثارة، تنخفض درجات الحرارة 32 إلى 17. ويوم الأحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتسجل 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.